رجعونا نجي سعيد تو جينا في الاحتفال ديال اليوتا ديال ليركولس بعيد ميلاد 15 وكنتمنى له التوفيق والمزيد ان شاء الله من النجاحات ومن التوفيق. دابا جينا هنا باش نشاركوا الفرحه ديال ليركولس. الوجود ديالنا ملعب القريه الرياضيه من اجل الاحتفال مع اولترا هيركوليس بذكرى ميلادها ذكرى 15. اولترا هي الجمهور الحقيقي ديال مدينه طنجه، هي السند الاساسي ديال الفريق. كنتمنوا لهم ذكرى مجيده ان شاء الله. هذا العام هذا يكون مليء بالافراح والمسرات والانتصارات، تعود علينا ان شاء الله بالخير عليهم وعلى فريق اتحاد طنجه ان شاء الله. عام هذه الاجواء هذه صراحه كتعمل واحد الضغط رهيب وكبير على عليا صراحه. كتوضعنا في واحد المحك امام محك كبير اللي هو ضروره تقديم الافضل والافضل نهار الجمهور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.